طيب بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أنا قبل ما أبدأ يعني أوريك هو طب المجتمع شوية برجع لورا. زمان يسمى الصحة العامة تقريبا، وأكثر ظهور الصحة العامة كان في سنة 1840 في إنجلترا، لما قرروا إنه كل ولاية تكون مسؤولة عن صحة مواطنيها. مشت القصة شوية، جات حاجة اسمها preventive health أو بنسميه الطب الوقائي، وقال لي إنه يعني ده مفهوم إنه للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة. وكلمة الطب الوقائي بتشمل كل، أنا لما أقول طب وقائي بشمل كل المجتمع يعني، أو أكبر شريحة منه تشمل الطب الوقائي، وهم ناس بيكونوا أصحاء غالبا، ونحن بنشمل الوقاية وتعزيز الصحة. بعد كده جاء طب الأسرة بيشمل الأسرة الصغيرة، بعده جاء طب المجتمع. وطب المجتمع يعني بيعنا بالمجتمع كله، في إنه أن إحنا يعني نضع الخطط للناس الأصحاء والمرضى في المجتمع حقنا. ده اختصاص طب المجتمع يعني من وظائف، أو طب المجتمع من وظائف هو وضع السياسات ووضع الخطط للناس الأصحاء والمرضى، وبعدين تنفيذ الخطط دي على أرض الواقع. وال WHO أو هيئة الصحة العالمية نسبة لاختلاف مشاكل الصحة من قطر لقطر قالت كل بلد تضع يعني على الكوميونيتي ميديسين أو طب المجتمع على أساس مشاكلها، على أساس عاداتها تقاليدها دياناتها. أنا اخترت طب المجتمع، أنا كنت في فترة مغيمة في الدويم، لاحظت يعني من كمية النساء اللي بيموتوا في جاراتي وحواليني في المجتمع، لاحظت في ارتفاع في وفيات الأمهات. فكان ده قررت أعمل تقييم لخدمات القبالة في الدويم، ومن هنا انتسبت لطب المجتمع لأنه هو اللي بديني الفرصة أعمل البحث. لقيتيه مفيد ذاتك انت للمجتمع؟ والله مفيد مفيد شديد يعني. طيب ها كلمين عن العادات الضاره اللي انت لاحظتيها او شفتيها او مارستي حتى انك انت حاولت تغيري فيها، العادات الضاره اللي هي موجوده في السودان وبالخاص الدوين اللي انت عملتي، كان متذكر كثير البحث حق التخصص حقي كان في الدوين. والله أنا بداية من يعني من السنين قبل البحث عملته، بعد رجعت الخرطوم وبديت التحضير، لكن أثناء طبعا بتلاحظي ارتفاع يعني الخفاض الفرعوني، وده يمكن قبل ما، وبلاحظ الزواج، زواج البنات يعني، أنا بلاحظ البنات ما بتمن تعليمين من المتوسط بيتزوجن كثير منهم، بنات أهلي أو غيرهم جاراتي أو كده. فانت طبعا القصه دي ما بتتغير بين يوم وليله يعني، بالذات انا لما اتكلم عن الخفاض كنت بلاحظ استغراب، قد الوحده تستحي ما ترد علي، لكن لما انا اقول لهم قريت مجموعه، رجعت لمجموعه من الكتب الدينيه، لقيت انه الخفاض للبنات حتى ولا سنه مكرمه، للرجال سنه يعني، على اساس اجتهادي البسيط ده انا كنت بقول لهم الكلام ده، فبلاحظ انهم بيستنكروا. أنا من رأيي إنه حتى زواج البنات عنده أسباب كثيرة يعني، ما هم بس راغبين يزوجوا بنات، مثلا الفقر واحد من العوامل، الأب مرات ما بيقدر يدفع مصاري بنته عشان من تحمي ساتة تمشي زمان كان في ساتة للمتوسط، بالتالي بتقعد في البيت، فأول من يجيها خاطب طوالي بزوجه، فعنده أسباب كثيرة بالإضافة للثقافة إنه البيت يعني ما هي في النهاية للزواج يعني. فأنا في رأيي إنه القصة بتحتاج مجهود كبير يعني، وما مجهود فرد واحد ولا مجهود طبيب، وكل الـ يعني الـ الحكومة المحلية عندها دور في إنه تنشأ المدارس يساعدوا الناس في التعليم، يرفعوا وعي النساء. نحن كأطباء عندنا دور بالتثقيف الصحي وكده، والدولة عندها دور برفع مستوى المعيشة للناس يعني. القصة كبيرة ما هي سهلة، لكن أنا بعتقد المشاكل دي
وحاجة مهمة شديد لو ما أشركنا فيها الرجل ما بتتحل. لازم. دي من ملاحظتي. وعندنا تجارب كانت الزائرة الصحية في الزمن ذاك في الدويم يعني هي هيلث فيزيتر ربنا يطراها بالخير، ست نفيسة بتقول لي إنه أنا عندي تجربة كانت في غرة اسمها المراخات في جنب الدويم، فبتقول لي إنه أنا قعدت النساء والرجال في الجامع وشرحت لهم مضار الخفاض الفرعوني، قالت لي الثلاثة قرى دي انحصر فيها الخفاض الفرعوني وانتهى كله كله وحولوا للسنة. أيوة. فإشراك الرجل واجب. أن إحنا بنكذب على روحنا لو قلنا إنه بس إحنا نتكلم في محيط النساء. الراجل عنده دور كبير شديد. يعني الجندر هنا ندخل الرجال والنساء. تدخل الرجال والنساء. حتى الزواج المبكر ده أنت لو ما غيرتي مفاهيم الآباء إنه بناتهم لازم يتعلموا وإنه يتلغوا شيء من التعليم، لأنه الحياة بقت دايرة المرأة المتعلمة سواء في الدين ولا الدنيا، وسعيتي في الجانبين النساء والرجال ما بنقدر. لكن أنت حسب بالنسبة لعشرات السنوات الأخيرة دي بتلاقي إنه في إنجازات حصلت، يعني في تقليل في الخفاض، في تقليل في الزواج المبكر وكده. كلام صح. يعني أن إحنا متفائلة يعني أنت؟ والله متفائلين شديد. أن إحنا حسب نلاحظ في يعني في الخرطوم هنا القصة دي تقريبا انتهت، قصة الخفاض الفرعوني. يعني في كثير منا نحن صغار بنلاحظ كل الأطباء مثلا رفضوا يختنوا بناتهم، ولا سنة ولا فرعون. يعني أنا عشت في مجتمع بتاع أطباء لأنه كنت عايشة في بيوت الجامعة في هاي المطار، فحوالينا ناس كثير حسهم نساء يعني كبار وأمهات لبنات في الجامعة ما مخفوضات، والقصة مشت في المجتمع المدني كثير. المشكلة في مجتمع الريف، ونحن مجتمع الريف يعني حس ساعين أن إحنا حس عندنا الرحلات بتاعة الإقامة الريفية للطلاب دي دائما لما بنمشي كل سنة أربع ولايات دائما بنضع المواضيع النساء بما فيها العادات الضارة بنضعها في الأجندة حقتنا وبندرس، وبنلاحظ تغيير كثير. يعني كثير من الناس يقولوا لا يا دكتور إحنا ما سيبنا العادة دي حتى في الريف ونحن ساعين، ففي أكيد في تغيير. لكن يعني أرقام إحصائية يمكن قد ما أكون حاسة مستحضراها أو كده، لكن أكيد في تغيير يعني بإذن الله تعالى إن شاء الله، وربنا ينهي كل العادات الضارة إن شاء الله. إن شاء الله. الله يبارك فيك وشكرا لكم.